ومشاهدينا الكرام، رح نبلش معكم بفقرة مختاراتنا. وأول مختارة جاي من إشاعة بيقول لك في منخفض قطبي بيأثر على المملكة. يعني لما نقرأ هذا الخبر وكثير ناس تداولوه للأسف الشديد، تقولي من وين يجي المنخفض القطبي؟ صحيح. دعاء يعني صحيح. غريبة، ما نحن بلشنا ندفى ودفينا عظامنا وضبينا الشتوي. صحيح. فشو حقيقة هذا المنخفض؟ أوضح مدير عام إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب حقيقة تأثر المملكة بمنخفض من أصل قطبي بمنتصف الأسبوع القادم. وشو قال في تصريحات صحفية؟ بأنه غير وارد أبدا تأثر المملكة بمنخفض قطبي طيلة الأسبوع القادم، على عكس ما يشاع عبر بعض صفحات المواقع الخاصة طبعا بالأخبار، وممكن تكون هي إجمالا إشاعات وأخبار كاذبة للأسف الشديد. فما تتأثروا، ما تنزلوش الشتوي، عادي خليكم صيفين، وهي الطقس كتير عم بحلى ومناسب للرحلات. نعم أكيد، لكن أشار أنه في حالة غريبة من عدم الاستقرار لكنها غير واضحة المعالم حتى اللحظة، ومن المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأسبوع القادم. يعني إحنا بانتظار حالة طقس غير مستقر لكن مش منخفض بالطبيعة. هو إجمالا بدها تكون بعض الرياح على شوية غبار، لأنه شهر 5 معروف أنه في يوم انخفاض درجة الحرارة وارتفاع. نعم. غير متزن. صحيح. فإن شاء الله خير. إن شاء الله. والله يكتب الخير للجميع إن شاء الله. طيب بدنا نروح لاختيارنا الثاني مشاهدينا، حول تعميم من أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اللي بيحكي فيه حول يعني حول مصاحف موجودة في المملكة، وهاي المصاحف تم جمعها. بدنا ناخذ من تصريح الدكتور عبد الله العقيل اللي هو عمم على مديريات الأوقاف في المملكة وعلى جميع الأئمة والوعاظ والواعظات ومشرفات دور القرآن لجمع المصاحف الشريفة الصادرة عن ثلاث مؤسسات والعمل على إتلافها لورود أخطاء مطبعية فيها. طبعا وفق كاتب الأمين العام الذي أو كتاب عفوا الأمين العام اللي اطلعت عليه هالموقع اللي إحنا ماخدين منه الخبر، إنه ورد خطأ مطبعي بكلمة في الآية 67 من سورة النساء والآية 4 من سورة الأنفال وحذف صفحات من سورة الشعراء. وأمامكم الكتاب اللي وارد عن مديرية الأوقاف أو عن مدير الأوقاف. إذن بدنا ننتبه، بالتأكيد في ناس انتبهوا لهاي الأخطاء فبلغوا فتم التعميم لجمعها وإتلافها. يلا إن شاء الله لعله خير. وأكيد هي دائما وزارة الأوقاف حريصة أنه تكون المصاحف، حتى لو تم أنه يعني طبعها وتم أنه تكلفتها وتوزيعها، فلكن أنه لابد أنه فعلا لو خطأ صغير جدا من إعادة طباعتها مرة أخرى. يعني الحمد لله. التعميم كمان ورد فيه أنه هاي المصاحف جاية من برا مع ناس أو حدا متبرع فيها، فهي مش مطبوعة فعليا في الأردن لأنه هي تخضع لرقابة في الأردن طباعتها. تمام، ننتقل مشاهدينا للخبر الثالث، واخترنا لكم فيديو بهية النتشة. فيديو رائع. بهية النتشة هي زوجة الأسير الهشلمون، عم تحكي قديش الصعوبات اللي عم بتواجهها لما بدها تروح تشوف زوجها، صعوبات يعني لا يتخيلها أي حد. خلينا نتابع الفيديو مع بعض ومنعلق عليه معنا. طيب خليني أعرفكم بنفسي من أول وجديد. أنا بهية النتشة، مثل كتير فلسطينيات زوجي بالأسر، اسمه مهر هشلمون، محكوم مؤبدين 200 سنة و4 ملايين شيكل غرامة. صار لي 8 سنين بزور زيارات السجون، في غيري صار له 16 سنة و20 ويمكن أكثر. بنزور 12 ساعة سفر حتى نشوفهم 45 دقيقة من وراء زجاج عازل، نحكي معهم عبر السماعات. هالزيارة الصعبة المؤلمة اللي بتنتهي لحظات قليلة من الفرح دائما بتذكرني بالآية اللي بتقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني شوفي هالروح الحلوة الإيجابية، الطاقة العالية، الإيمان بالله والثقة بالله العالية. صحيح. رغم أنه صعوبة المشوار، دعاء 12 ساعة عشان 45 دقيقة تأخذ منها الفرح.
صحيح. وشوفي قد ايه محكوم هو بمؤبدات ويعني مئات السنين خلينا نحكي، ومع ذلك هي بتروح بتزوره بتشوفه 45 دقيقة من خلف حاجز، وهي ختمت صراحة بآية كريمة ولا كلام بعد كلام الله عز وجل، ألا إن نصر الله قريب. لا إله إلا الله ونعم بالله. يعني تحياتنا لبهية، وهي قالت أنا بدي أعرفكم على حالي، إحنا تشرفنا بمعرفتك وإحنا بنعرفك من زمان بالتأكيد، النساء الصابرات الصامدات زوجات الأسرة وأمهاتهم وبناتهم وعائلات الشهداء، إحنا كلنا بنعرفكم بالأسماء وبنتابع أخباركم، فتحية لكم ورب العالمين يفرج كربكم عن قريب. يعني إن شاء الله يمكن دعاء هيك رسالة صغيرة، هاي النماذج الحقيقية اللي بتمدنا بالصبر والقوة لما نشوف نحن مشاكلنا، مشاكل الحياة التافهة اليومية، الجلي مكوم إلي ساعة ونص بجلي، البيت مكركب، الأولاد عم بيعذبوا. شوفي لما تشوفي هاي النماذج بتهون عليك كل التفاصيل الصغيرة اللي بالحياة وتلاقيها فعلا تافهة. عشان هيك بنحكي تابعوا أخبارهم وشوفوا صبرهم مدى صبرهم لحتى نتعلم منهم، لأنهم صراحة مدرسة لنا، مدرسة بهذه الحياة فعلا. صحيح. اختيارنا مشاهدينا التالي حول الهنود، صراحة الهنود كتراني أخبارهم في الأردن يا راني. فعلا. يعني إحنا من فترة عم نسمع في اتفاقية بين الأردن والهند بمليار ومش عارفة كم مليون، مليار وخمسمائة مليون حافظ المبلغ لفت نظري. تمام. وفي كمان خبر ورد قبل يومين كمان عن إقامة شعائر إلهم، إنه إلهم أعياد فبيعملوا شعائرهم في الشارع في منطقة سحاب، وحاطين آلهتهم في خيام وبيأدوا طقوس معينة. هلأ يعني هذا الخبر بيطلب منا نتحقق منه، لكن الاختيار اليوم كان حول مشاهدينا إنه هنديان يقيمان زفافهما الذي استمر لستة أيام في البحر الميت. قرر عروسان هنديان اختيار منطقة البحر الميت لإقامة زفافهم فيها، واستمر الاحتفال بالزفاف، ركزوا معي مشاهدينا، ست أيام متتالية يا رانيا. جميل. تم فيها حجز إحدى فنادق البحر الميت بالكامل للعرس وضيوف القادمين إلى الأردن. ضم الاحتفال سبع أحداث مختلفة تخللها استمتاع الضيوف بعلاجات البحر الميت الطبيعية، وذلك بعد زيارة عدة مناطق في الشرق الأوسط. أكد هيئة مدير أو أكد مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات أهمية استقطاب مثل هاي الفعاليات لما لها من بعد ترويجي وتسويقي، وأنه الهيئة لم تدخر أي جهد لتسهيل اللوجستيات اللازمة لاستضافة هالعرس من تأشيرات وخدمات نقل وجمارك وإلى آخره. يعني إحنا مشاهدينا و رانيا إذا بدنا نعلق على هالخبر، بدنا نحكي بنتمنى إنه ما تكون هالطقوس في هالعرس والممارسات تتناقض مع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وقيمنا وديننا قبل كل شيء. إن شاء الله يا رب. ولنا أن نعلق أيضا على توفير اللوجستيات ويعني اللوجستيات اللازمة لاستضافة العرس من إصدار التأشيرات والخدمات. هو بلا شك دعاء، يعني دعم للسياحة بشكل كتير كبير، وبما أنه يبدو أنه مليونير هندي أو أكثر من مليونير، بما أنه حاجز لكل المدعوين ست أيام هذه حنة وعرس، تعرفي شو عندهم كمان غير بعد العرس، وكمان عاملين لفة بالشرق الأوسط ومريحين عنا يبدو، والعلاج عندنا كل شيء. بصراحة جميل يعني أنه تصبح الأردن، يعني تصبح الأردن هيك قبلة سياحية إن شاء الله. حلو. بس هو الغريب أنه تارك الهند كلها بجزرها الجميلة وجاي عنا على البحر الميت، ما بتعرفي شو وين السر بالموضوع. الله أعلم. طبعا يعني مع توفير هاللوجستيات وهالخدمات كنا نتمنى أن تتوفر كل هذه الخدمات لمسيرة سويمة اللي تم منعها، وكنا نتمنى أنه يتم عمل تسهيلات للناس اللي بدها تناصر وتؤازر أهلنا في فلسطين والمقدسات وكل ذلك. يعني صراحة لنا عتب وأن يتم إلغاء مثل هذه الفعالية السنوية، ولا ندري ما هي الأسباب، لم يتم إيراد أي أسباب. نعم. اختيارنا التالي عندك رانيا. وطبعا بدنا نروح لمجسم، هذا المجسم راح نتابع مع بعض شو مجسم مهموم. بجوز التعليقات الناس هلا بس نشوف الصورة بيقولك يعني عم بيعبر عن هموم الناس. هذا المجسم بشارع الحرية بعمان. فشو قصة المجسم؟ لسه لهلا القصة ما حدا يعني عارف بالضبط تفاصيلها، لكن انتشرت الصورة بشكل كتير كبير
انه مجسم لشخص مهموم، اللي بحب يروح يعمل سياحة عند هذا المجسم ويتصور برضه ما في مانع. نعم، بمناسبة يوم الجمعة يعني انه يوم ممكن الناس تروح فيه تزور اماكن، روحوا تعرفوا على هالمجسم. طبعا تم تداول الخبر والصورة على مواقع التواصل بشكل كبير جدا. هلا انه احنا نعبر بالفن وبالمجسمات عن الهموم، يعني حتى لما نيجي بدنا هيك نعمل إشي فني وإشي جميل وإشي فيه سياحة، بنروح عطول على الهم. الله لا يجيب هم، اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن. بجوز عم بيدرس هذا أو عم بيفكر يعني. لا هو يعني الشخص المهموم هيك مجسم الشخص بس يعني المهموم. من ناحية إيجابية خلينا نقول بجوز غارق بأفكاره حتى يبدع في المستقبل. والله البلد بدها بما إنه بشارع الحرية يفكر بعمق. نعم. نعم. طيب إحنا لهون بنكون وصلنا لنهاية مختاراتنا لليوم، وبالتأكيد فقرتنا القادمة والفقرة الرئيسية حول يوم الجمعة عبادة وسعادة، وضيفاتنا صفاء منصور و وأكيد ناهد الهشلمون، وحيكون حوار شيق وجميل، وحيكون في عنا فقرة الطبق الحلو، فتابعونا مشاهدينا وما تبعدوا، خليكم قريبين.